السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. في هذه الحلقة سنتحدث عن ملف المنحة القطرية وآخر المستجدات حول شيكات الشؤون الاجتماعية والأسر التي تم حجبها في قطاع غزة. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب هنا في الاستوديو في ضيفتنا الأستاذة عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية في قطاع غزة، أهلا وسهلا بك. يعني بداية، ملف المنحة القطرية ملف هام، المواطن في قطاع غزة يتساءل من هي الأسر التي تستفيد في كل مرة تصرف هذه المنحة للأسر الفقيرة ولمواطنين في قطاع غزة؟ نعم، يعني بداية أرحب بك وأرحب بجميع مشاهدي وكالة سبق 24 فيما يتعلق بموضوع المنحة القطرية. يعني تم الإعلان من قبل الدكتور محمد العماندي رئيس اللجنة القطرية أمس بأنه سيتم الصرف ل 75 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة. نعم. وأكد خلال التصريح بأن هناك أسر جديدة، ولكن اليوم تقريبا اتضح من هي هذه الأسر التي تم إضافتها. تقريبا هناك 30 ألف أسرة قديمة ضمن الكشوفات السابقة ستستفيد من هذه المنحة لهذه المرة، وهناك 40 ألف اسم جديد تم إضافته لهذه المرة. تقريبا الأسماء 40 ألف هي يعني معظم هذه الأسماء من تم تسجيل اسمه عبر الرابط عندما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بفتح هذا الرابط منذ 8 أشهر. نعم. تقريبا تم تسجيل عدد كبير من الأسر الفقيرة عبر هذا الرابط. يعني فيما يتعلق بموضوع هذه الأسر، أنا يعني أتوقع بأن معظم هذه الأسر تم اعتمادها في هذه المرة. يعني فيما يتعلق أيضا بباقي الأسر، نحن خاطبنا إخواننا في اللجنة القطرية بأن يتم إضافة كل من حجبوا من موضوع مساعدة البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية لموضوع التخفيف عنهم ولو لفترة من الزمن. نعم. لحين النظر في ملف البرنامج الوطني والنظر في حالات التي تم حجبها ومن يعني ممكن إعادته لهذه المساعدة أو لا، يعني فيما يتعلق بالمعايير التي وضعت في هذه المرة للمنحة القطرية، الأسر القديمة التي تلقت المساعدة سيتم اعتماد الأسرة التي تلقت المساعدة أقل من 7 مرات، وأيضا سيتم اعتماد وتم اعتماد الأسر عفوا التي تلقت المساعدة 7 مرات ولكنها تعيل أسرة كبيرة عددها أكثر من 10 أفراد. فيما يتعلق بالأسرة التي تتلقى مساعدة البرنامج الوطني، تقريبا لا يعني لم يتم درج أي اسم في هذه المرة، لأن هذه الأسر يعني تعتبر تتلقى مساعدة ولو حتى لو مرة واحدة في السنة أو لمرتان. نعم، نريد التوضيح للسادة المشاهدين عفوا وعذرا على المقاطعة، البرنامج الوطني أي بمعنى مخصصات أو شيكات الشؤون الاجتماعية؟ مخصصات التنمية الاجتماعية. نعم. يعني اللجنة القطرية استبعدت موضوع إضافة أسماء من هم مستفيدون. تقريبا يعني إن ركزنا بعض الشيء، ممكن أن يكون هناك أسر أضيفت لهذه المرة من المنحة القطرية هي الأسر التي تم سجلت عبر البرنامج الوطني ولكن نعم. لم تتلقى المساعدة حتى هذه اللحظة، ولكن كل هذه الأمور ستتضح يعني في عندما يتم فتح الرابط. يعني تقريبا ممكن نقول إنه الرابط تم فتحه في هذه بالتأكيد. اللحظة. نعم. في موضوع فحص الأسماء أكيد سنراجع على هذه الأسماء وستتضح الأمور أكثر لدينا، يعني عندما يتم فحص الأسماء بشكل كامل ومعرفة من هو المستفيد من هذه المرة. نعم، يعني أنت تحدثت وحسب البيان الصادر عن وزارة التنمية في غزة، من استفاد أقل من 7 مرات أو أكثر من 7 مرات ويعيل أسرة عدد أفرادها 5 فأكثر سيستفيد من هذه المنحة نعم، وهذا. قديمة تقريبا. نعم. من الدفعة السابقة. يعني ماذا عن الكشف الأول الذي تم حجب عدد كبير من استفادوا من هؤلاء هذه اللحظة، المنحة؟ يعني موضوع لم تتضح لنا الصورة في موضوع الكشف الأول، أو يعني لم تعطينا اللجنة القطرية معلومات حول الكشف. هذه هي فقط المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل اللجنة القطرية ومن هم المستفيدون من هذه المرة بالذات. يعني حتى اللحظة لم نحصل على معلومة فيما يتعلق بالأسر، ولكن في موضوع الحجب هذا يتعلق باللجنة القطرية موضوع الحجب، يعني ليس لدينا أي معلومة عنه، نحن بس فقط نبلغ بأن هذه الأسر حجبت أو هذه الأسر استفادت، ولكن في موضوع الحجب لم تشرح لنا أي مبررات أو تفاصيل عن موضوع الحجب. نعم. من قبلهم فقط حجبت هذه الأسر وهذه الأسر استفادت، يعني لا تتم مناقشة هذا الملف معهم، خاصة وأنت تعلم بأن يعني موضوع حجب على العديد من الأسر يعني ممكن أن نرجعه لسياسة معينة من نعم. قبل الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي
من قبل اللجنة القطرية، ولكن يعني لا نضع هذه الأسر التي حجبت محط مساءلة، خاصة وأننا نريد أن نفيد أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة في قطاع غزة. المواطن في غزة يتساءل، من يضع هذه الأسماء؟ أنتم في التنمية، في وزارة التنمية، أم اللجنة القطرية؟ يعني كما ذكرت قبل قليل بأننا عندما قمنا بفتح الرابط للتسجيل منذ 8 أشهر، الأسماء التي سجلت عبر موقع الوزارة الاجتماعية وهذا وزارة التنمية الاجتماعية وهذا الرابط تم قبولها، ولكن الأسماء ما قبل التسجيل. نعم، يعني فتح الرابط منذ 8 أشهر وحتى اللحظة للتسجيل كل الأسماء التي سجلت في هذه المرحلة تم قبولها، ولكن باقي الأسماء نحن لا علم لدينا يعني في موضوع تسجيلها. هذه فقط اللجنة القطرية هي من تضع هذه الأسماء، ونحن نقوم بإدراج الكشوفات عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية للفحص فقط، يعني لا دخل لنا في باقي الأسماء. أنا ما أؤكد عليه بأن الأسماء التي تم اعتمادها عبر الرابط هي تسجيل أسر فقيرة تم فتح الرابط لها، ولكن باقي الأسماء التي تم إضافتها لا دخل لوزارة التنمية الاجتماعية في اختيارها. نعم، هناك شروط ومعايير يتم من خلالها قبول هذه الأسرة للاستفادة من المنحة القطرية، ما هي هذه الشروط؟ نعم، يعني ممكن أن نقول أسرة فقيرة جدا، يعني تقع تحت خط الفقر المدقع، وتقريبا حسب مركز الإحصاء الفلسطيني تحدد هذه الأسر مصادر الدخل، ما هو متوفر لديها، يعني الأمور هذه كلها تكون واضحة لدينا في موضوع الأسر الفقيرة. أيضا يعني أسرة تقودها امرأة وتكون يعني عدد أفراد الأسرة أكثر من 5 أفراد أو 6 أفراد، أرامل ومطلقات ومسنات وذوي احتياجات خاصة ومرضى وذوي أمراض مزمنة، يعني نستطيع أن نقول بأن الأسر التي يتم قبولها في المنحة القطرية هي مشابهة تماما للأسر التي يتم قبولها عبر البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، ولكن الفرق يتضح في أن العديد من الأسر تستفيد من هذا البرنامج، وباقي الأسر التي لم يتم تسجيلها عبر برنامج الحماية الاجتماعية ولم تتلقى هي مساعدة من أي جهة كانت هي من تدخل ضمن معايير اختيار الأسر في المنحة القطرية. نعم، السفير القطري محمد العمادي تحدث أن المنحة ستستمر حتى شهر مارس المقبل. نعم. من هي الأسماء التي ستستفيد حتى يعني بالتأكيد هناك 3 دفعات؟ نعم. شهر 1، 2، شهر 3. يعني من هي الفئات التي ستستفيد؟ هل هي الفئات التي استفادت هذه المرة أم هناك أسماء جديدة يعني ستطرح؟ ممكن أن نقول بأن هذا السؤال سابق لأوانه، لأننا نبلغ بكل مرة ستصرف بها الدفعة أو المنحة القطرية $100 بأسماء جديدة، وربما لن نبلغ بأسماء جديدة وتستمر لنفس الأسماء، يعني لا نستطيع أن نحدد إلا بعد صرف هذه الدفعة ويجيء موعد الدفعة الثانية نبلغ من اللجنة القطرية، سواء ممكن يعني أن يسمح لنا بفتح الرابط مرة أخرى للأسر، أو أحيانا لا يسمح كما يعني ما هو معروف لديكم بأنه يتم الاعتماد الأسر نفسها والأسماء نفسها في كل دفعة، ولكن يعني لا نستطيع أن نحدد إلا عندما يقرب موعد نزول الدفعة الثانية. نعم. وتبلغنا فيما بعد اللجنة القطرية بقبول بعض الأسماء، برفض بعض الأسماء، بفتح الرابط للتسجيل، بأن هذه الأسر هي نفس الأسر التي سيتم اعتمادها من هنا لشهر مارس. حتى اللحظة يعني لم تتضح الصورة في هذه الأيام. نعم، يعني هناك يعني حالة من اللغة وبعض المعلومات يتم تداولها في الشارع الفلسطيني أن هذه المنحة ستستمر لمدة عام وليس لشهر مارس المقبل، هل هناك معلومات رسمية حول ذلك؟ أيضا لا، يعني لا أستطيع أن أؤكد، لأن هذه المعلومة ليست لدينا وإنما لدى اللجنة القطرية. نحن كما ذكرت قبل قليل بأن موضوع المنحة القطرية والـ100 دولار نبلغ به عند موعد نزول الـ100 دولار لفتح الرابط لنزول هذه الأسماء، أما فيما نعم. يتعلق بالمدة كام يعني لا نبلغ به يعني. لكن هناك مثلا دراسة، تواصل مع اللجنة القطرية لاستمرارها أو لزيادة المدة؟ يعني نريد أن نقول بأننا في وزارة التنمية الاجتماعية نطالب أصلا يعني في موضوع أن يتم إضافة كشوفات جديدة خاصة، وأنت تعلم بأن موضوع الأسر الفقيرة في زيادة في قطاع غزة. نعم. وموضوع البرنامج الوطني في الفترة الأخيرة حرم العديد من الأسر من موضوع المستحقات التي تتلقاها حتى ولو مرة واحدة في السنة أو مرتين، واعتمادها الكلي أو الرسمي على هذه المساعدة. تم مخاطبة إخواننا في اللجنة القطرية، ويعني نأمل كلنا أمل بأن يتم مناقشة هذا الأمر وإدراج أسماء جديدة في الكشوفات.
التكلفات ووضع أسر فقيرة، يعني بالفعل هي في حاجة لهذه المساعدة. قبل الانتقال إلى المحور الآخر وما يتعلق في مخصصات الشؤون الاجتماعية أخيرا، هل أنتم في وزارة التنمية تبحثون لعودة الأسماء التي تم حجبها في الكشف الأول؟ مرة أخرى نؤكد التركيز ونركز على هذا الكشف، لأن هناك مناشدات من قبل الكثير من المواطنين تصلنا عبر وكالة سبق، الصفحة الرسمية عبر فيسبوك، الصفحة الرسمية الخاصة بالمنصات الرسمية الخاصة بالوكالة، مطالبة للضغط على المسؤولين لعودة هؤلاء الأسماء، لأنهم أيضا أسر معدومة. نعم صحيح، نحن في وزارة التنمية الاجتماعية نضغط وبكل الطرق والسبل على أخواننا في اللجنة القطرية لإعادة هذا الكشف، ولكن أعود وأؤكد لك بأن الموضوع يتعلق بإخواننا في اللجنة القطرية. يعني نحن نبذل جهودنا في وزارة التنمية الاجتماعية لأننا كلنا نعلم وأنت تعلم بأن هذه الأسر يعني ليس لديها أي مصدر دخل آخر، وتنتظر هذه المساعدة بفارغ الصبر. وإن نزلنا للشارع الفلسطيني وخضنا في مواضيع هذه الأسر سنجد الكثير من هذه الأسر لا تجد ما تعتش به ولا تقتات به يومها. بالتأكيد نعم. هذا يعني أنا أؤكد لكافة الأسر بأننا نبذل مساعي حثيثة في هذا الأمر، ولكن كما تعلم وهم يعلمون بأن القرار ليس بيدينا وإنما هو بيد اللجنة القطرية، وكلنا أمل بأن تعيد النظر في هذا الكشف ويتم اعتماده في القريب العاجل. يعني بالتأكيد من حديثك نفهم والسادة المشاهدين أن كل ما يتعلق في المنحة القطرية يعود قراره للجنة القطرية، وهي الجهة المختصة لاختيار الأسماء وأيضا لوضع الآليات لصرف هذه المنحة. نعم صحيح، وأنا أؤكد لكافة المستمعين بأن موضوع المنحة القطرية والـ100 دولار ليس لوزارة التنمية الاجتماعية أي يد به على الإطلاق. نحن تصلنا الكشوفات عندما يتم الإعلان عن نزول المنحة أو فيما يتعلق بوقت صرف المنحة، وزارة التنمية الاجتماعية تتلقى هذه الكشوفات ليتم إنزالها عبر الرابط الذي يتم الفحص عليه. نعم. لكن إن نخوض في موضوع الكشوفات من قبل ومن مرفوض ومن إلى آخره، نحن ليس لدينا علم على الإطلاق بذلك. نعم، يعني بالانتقال إلى الشق الآخر من محور هذه الحلقة فيما يتعلق بحجب العديد من الأسر للاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، هذه المخصصات التي تصرف من قبل وزارة التنمية للأسر الفقيرة، وإن صح التعبير الأسر بين قوسين المعدومة التي لا مصدر دخل لديها. كم وصلت الأعداد التي تم حجب شكاوى الشؤون عنها خلال الدفعة الأخيرة؟ نعم، ممكن أنا أؤكد لك أنه مش خلال الدفعة الأخيرة، يعني ممكن نقول خلال العام 2019 تم حجب ما يقارب 5000 أسرة من هذا البرنامج. يعني في الدفعة السابقة حجبت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله تقريبا ما يقارب 750 أسرة، وفي هذه الدفعة يعني نقارب العدد إلى 2900 ل3000 أسرة. نعم. يعني إن وصلنا العدد ممكن أن نقول من بداية العام 2019 حتى اللحظة ما يقارب من 4500 إلى 5000 أسرة فقيرة في قطاع غزة. نعم. طب ما هو سبب حجب هذه الأسر؟ للأسف يعني موضوع إخواننا في رام الله نحن لم نبلغ بهذه الأسباب، خاصة وأننا منذ 6 شهور أو 7 شهور عندما استلمت حكومة شتية في وزارة في الضفة الغربية، وعندما استلم الدكتور أحمد مجدلاني وزارة التنمية الاجتماعية، أغلق برنامج الوطني للحماية الفلسطينية على إخواننا في قطاع غزة على الإطلاق. لا نستطيع أن نعرف حتى من هو المستفيد من الدفعة التي سيتم صرفها، ومن هو المحجوب، ومن هو في زيادة، ومن هو في نقص. في موضوع الشيكات ليس لدى الباحثين الاجتماعيين في الميدان أي طريقة للوصول لهذا البرنامج. كيف تعملون؟ يعني موضوع العمل يعني صعب للغاية في الميدان في وزارة التنمية الاجتماعية. الإخوة الباحثين لم يغلقوا مكاتبهم على الإطلاق، بل يستقبلون الحالات يوميا، ولكن الموضوع التعامل هو ورقي. يعني يطلبون من الحالات كافة الأوراق الثبوتية وتوضع على الطاولة حين النظر في موضوع فتح البرنامج الوطني وإمكانية إدخال هذه الأسر. يعني ممكن أن نقول بأن موضوع التسجيل في المديريات وصل يمكن ما يقارب منذ 6 شهور إلى ما يقارب لحتى اللحظة 5000 أو 6000 أسرة على قيد انتظار فقط إدخال أوراقها عبر البرنامج الوطني. نعم. ولكن فيما يتعلق بالأسر التي يعني لا تتلقى المساعدة وعلى قيد الانتظار، يعني أخذوا إخواننا في رام الله هذه المرة تقريبا ما يقارب 1470 أسرة جديدة، هي ما تم إبلاغنا بها فقط. نعم. أن هناك 1400، وهم صرحوا بأن هناك 1500 أسرة، ولكن لا، هم فعليا 1470 أسرة الذين تم إضافتهم في هذه الدفعة. وفي الدفعة الماضية تقريبا أخذوا عدد ما يقارب من 300 إلى 400 أسرة، هذا من إجمالي عدد 10000 أسرة على قيد الانتظار في قطاع غزة. نعم. منذ العام 2016
16 حتى تم فتح البرنامج تقريبا بشهر 9 ما لم يؤخذ ما يقارب يمكن نقول يمكن 1700 أسرة أو 1800 أسرة فقط. هذا من أصل 10,000 أسرة موجودة ولديها الرقم، يعني لدي وصلت لمرحلة مدقق، نحن نسميها في مرحلة مدقق، أي فقط ما تنتظره هو صرف المبلغ المالي لها. نعم. يعني تشامل على كل الشروط وشامل على كل المعايير، وأسر فقيرة جدا جدا جدا، ونستطيع أن نقول بأن هذه الأسر لديها مرضى سرطانات ولديها مرضى فشل كلوي، وأسر تقودها سيدات وأسر تقودها أرامل ومسنات، ولكن لا يجدون مصدر دخل وينتظرون صرف الدفعة من رام الله. هم من تم سحب أسماء منهم في هذه الدفعة، وفي الدفعة الماضية يعني عدد قليل جدا، ولكن المحجوب في هذه المرة هو ما فوجئنا به في وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، وصدمنا للأسف في موضوع حجب هذه الأسر. إخواننا في الضفة الغربية أكدوا بأن هذه الأسر هي لديها ملفات مالية ولديها بالتأكيد ملفات ضريبية. أنا تواصلت شخصيا مع سيادة الوكيل داود الديك حول هذا الأمر، وأكد لي وفي تصريحات لسبق 24 أن هذه الحجب أو المعايير التي تم حجب هذه الأسر أن لديها مستحقات أخرى تستفيد منها من قبل وزارة المالية، أو وجود مصدر دخل آخر لهذه الأسر. وأنتم في الوزارة تتحدثون أن الفئات من المرضى. لا للأسف، يعني أنا ممكن أن أقول في حديثي بأن يعني لن أقول هذا الكلام غير صحيح، ولكن أؤكد على كلام أخونا وكيل الوزارة في الضفة بأن هناك عدد أسر بسيط جدا وقليل جدا من هؤلاء، ونحن مع فصلهم، وأكدنا بأن إذا فعلا هناك معلومات تؤكد بأن هؤلاء الإخوة لديهم مصدر دخل آخر، نحن مع فصلهم على سبيل أن تدخل أسر فقيرة أخرى تستفيد من هذا البرنامج. نعم. ولكن ما فوجئنا به في وزارة التنمية في مقر الوزارة وليس في الميدان، أسر مهولة جدا دخلت مقر الوزارة، وسمعنا لكل أسرة على حدة، وهناك أسر جاءت بأطفالها 11 طفل و12 طفل و13 طفل ومسنات وأرامل وأسر تقودها سيدات، كل هذه الأسر جاءتنا على مقر الوزارة وأخذنا تفاصيل حياتها بالتفصيل، كل أسرة على حدة جلسنا معها، هذا غير ما استقبله الميدان طبعا. نعم. وهناك أسر عرضت نفسها للانتحار في الميدان، ويعني على سبيل المثال جاءتنا أسرة مقطوعة على مقر الوزارة لديها ثلاثة معاقين على كراسي كهربائية، هم بحاجة إلى مصاريف. نعم. وطفل آخر لديه مرض السرطان والأب لديه غسيل كلى، ودخل علينا مقر الوزارة وقال أنا قطعت، ليش يعني أنا عندي ثلاثة على كرسي كهربائي وواحد عنده مرض سرطان وأنا عندي غسيل كلى، كويس، طب أنا اللي زي كيف، حتى لو في مصدر دخل اللي زيه حسب قانون البرنامج لا يفصل، لأن نعم. هناك يعني كان في معايير وضعوها إخواننا في رام الله منذ بداية صرف هذه المستحقات، بأن من يتلقى راتب أقل من 1450 شيكل ولديه هذه الحالات يصرف له هذا الاستحقاق على الفور. أنتم في الوزارة في غزة تسيروا ويتم استيعاب أو أخذ بعين الاعتبار المعايير التي تم وضعها من قبل الوزارة في الضفة الغربية؟ نعم، ولكن نفاجأ بأننا عندما نأخذ هذه المعايير يتم فصل الحالات من قبل إخواننا في الضفة الغربية. طيب ماذا عن الجديد في هذا الأمر؟ هل تواصلتم مع الوزارة لعودة هذه الأسر من جديد للاستفادة؟ يعني التواصل عندنا إخواننا في عندنا موجود في وزارة التنمية الاجتماعية إخوان يعملون على كادر إخواننا في رام الله. نعم. هو لدينا شخص واحد يعني موجود في الوزارة وهو الذي يتم من خلاله التواصل، خاصة وأن إخواننا في رام الله يعني مقطوع التواصل بيننا وبينهم منذ 6 شهور. عندما تم سحب اللجنة كانت هناك لجنة موجودة معنا. نعم. تداوم معنا في مقراتنا في الوزارة، وبيننا عدد كبير من إخواننا من رام الله. هم لا يعترفون، هذا تصريح على لسانهم، لا يعترفون في وزارة التنمية بغزة، هذا حسب حديثهم. أنا أؤكد لك بأن معظم موظفيها اللي موجودين فيها ويقودون مناصب قيادية هم من إخواننا موظفي رام الله. نعم. الموجودين في غزة، يعني هناك مناصب يعني كبيرة يشغلونها إخواننا موظفين رام الله، ويتم التعامل بيننا وبينهم بكل سلاسة ومحبة وأخوة، ولا يوجد فروقات نهائيا في المعاملة. فيما يخص موضوع سحب اللجنة، هو تم سحب اللجنة منذ 6 شهور عندما تولى دكتور أحمد مجدلاني وزارة التنمية الاجتماعية بالضفة، سحب إخواننا الذين كانوا يعملون معنا وكانوا على علم ودراية كبيرة بموضوع العائلات الفقيرة في قطاع غزة. نعم. وكان هناك إخوان من ضمن هذه اللجنة يقومون بالبحث الميداني مع الباحثين الاجتماعيين، ويقومون بزيارة هذه الأسر في بيوتها، ويطلعون على الحالة الاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الأسر. ولكن عندما طبعا تم سحب هذه اللجنة
اللجنة بقي عدد كبير من إخواننا موظفي الضفة، وهذا بقرار من رام الله بوجود هؤلاء في مقرات الوزارة. طبعا أنت تعلم لموضوع معرفة ما يدور في مقرات، ونحن نتعامل معهم للأمانة لا يوجد بيننا فروقات في المعاملة، ولا نذكر بأن هذا أخونا موظف حكومة غزة وهذا أخونا موظف حكومة رام الله. أخونا الموجود من قبل موظف حكومة رام الله هو من يتواصل مع إخواننا في رام الله. طبعا تم إدراج كافة الحالات التي جاءت إلينا وتم تسجيلها عبر الميدان، سلم أخونا الموجود معنا بالوزارة هذه الكشوفات كافة، وتم التواصل بينه وبين إخواننا في رام الله، وعلى ما توصلوا إليه بأن يتم النظر في موضوع هذه الحالات ويتم إعادة من هو فعلا يعني يستحق هذه المساعدة. يعني هناك حل في الطريق لهذه الأسر؟ يعني هناك تجاوب من إخواننا في رام الله في هذا الموضوع، خاصة وأن هذا الموضوع أخذ صدى إعلامي كبير بالتأكيد. نعم، وتقريبا خرج معظم الأسر المقطوعة يعني طرحت موضوعها وأكدت بأنها حالة لا يعني لا يوجد لديها مصدر دخل ولا يوجد لديها سجل ضريبي كما هم ذكروا، ويعني لدينا أسر يقودها مسنين، يعني المرأة مسنة والرجل مسن وليس لديهم أطفال. نعم، وأيضا قطع من هذه المساعدة. إخواننا يقولون بأن لديهم سجل تجاري أو مصدر دخل، وللأسف منهم من هو على كروسة كهربائية، ويعني حالات للأسف مزرية. يعني لربما من خلال وكالة سبق وعبركم أن نبشر هذه الأسر أنها سيتم النظر في هذه الملفات، وربما العودة إلى عدد من الأسر لمخصصاتها التي قطعت بإذن الله بأن يتم إن شاء الله، يعني إن درسوا هذه الحالات وتمعنوا بها. ونحن يعني في موضوع خرجنا قبل ذلك على لقاء على وكالة فلسطين اليوم، ويعني وأخونا أكرم الحافي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله خرج معنا على الهواء وأكد بأن كل أسرة تستحق أن تعود لها هذه المساعدة، سيتم النظر في موضوعها وسيتم إعادتها بإذن الله للبرنامج وفق المعايير التي سيتم إن شاء الله العمل بها مع إخواننا هنا في قطاع غزة وطرحها مع إخواننا في الضفة الغربية. بالتأكيد هذا ما نتمناه، أن يتم عودة المخصصات إلى تلك الأسر التي تعد الأكثر فقرا هنا. نعم، في قطاع غزة بخاصة. نعم، مع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 13 عاما حتى هذه اللحظة، وهناك تردي للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. أشكرك جزيلا المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة الأستاذة عزيزة الكحلوت على هذه المعلومات التي تفضلت بها، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، على أمل نلتقيكم في لقاءات أخرى. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله.